مرحبا بكم في ملخص نشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني. وفيه التقى جلالته بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العليا لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث أكد أن التعليم أولوية وطنية وأن هاجس جلالته الأول هو تحسين مستقبل أبنائنا وبناتنا من خلال توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم. وفي اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تم بحضور رئيس الوزراء، وجه جلالة الملك الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، كما وجه جلالته الحكومة إلى تقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها. جلالة الملك أكد خلال استقباله المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ضرورة إعادة النظر في هيكلة المؤسسة وقانونها وتفعيل دورها التنموي. وفي قصر بسمان الزاهر عقد جلالة الملك والرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لقاء قمة ركز على توطيد العلاقات الأخوية بين الأردن ولبنان وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها. وكان جلالته على رأس مستقبلي ومودعي الرئيس الضيف في مطار ماركا العسكري.